طبعا لا يخفى عليك اعجابي الشديد بافلامك السينمائيه وشغلك يعني في السينما والاعلانات والدراما، يعني معجبه جدا بده. انما الحدث ده بيحطك في خانه تانية، ومن يعني ومن قبله موكب المئويات، انت مستوعب ولا لسه؟ لسه. لسه. لا هو الواحد مش عارف هيروح فين، يعني الخطوه اللي جايه هتبقى عامله ازاي بعد كده، يعني دي حاجه ما صعب التخطيط ليها. اعترف بقى، اعترف برضه. يسيبكم بقى، يسيبكم. كلمني على المنظر البهي اللي ظهرت بيه كل نقطه في الاقصر اتنقلت على الهواء. اقول لك على حاجه انا يعني متاكده انها في النهايه تصب في خانه الايجابي، بس انا للحظات كده في فريمز عدت والكرين ماشي بسرعه وسط اعمده المعابد، الواحد بيختلط عليه الامر، هو ده جرافيكس ولا ده ريل؟ هو ده حد راسم والماشين الكمبيوتر بقى هو اللي عمل الحركه والنقوش الجميله والنور، لان هي زي ما بيقولوا تو جود تو بي ترو، يعني الاعمده وجمالها والحركه والاضاءه والموفمنت، يعني هي في لحظه كده بيختلط على الانسان اللقطه يا احمد. وانا الحقيقه ما كانش في حاجه جرافيكس خالص، ما فيش حاجه في التكوينات جرافيكس، ما فيش حاجه نهائي. لا ما فيش خالص. هو يمكن قصد حضرتك الدرون السريعه، الدرون السريعه أيوة. دي اول مره تتنفذ. لا لحظه واحده، لحظه، اول اغنيه حماقي لما الحركه السريعه دي حصلت، دي هي دي اللقطه، دي الدرون السريعه، ودي اللي صمم عليها سعدي ان هي تيجي، وده اول مره نشوفها في مصر او في الوطن العربي، مصر تحديدا، يعني التكنيك ده من الدرون. هي الدرون دي الطياره اللي بتطير، بتصير طياره عاديه جدا، بس تكنيك جديد حديث مختلف اسرع. هي كاميرا اصغر ودرون يعني بتتحط على الميكانيزم بتاعه نفسه بتاع درون، كاميرا اصغر وبتعرف تمشي بسرعه. ودي سعدي كان حاجه من الحاجات اللي هو كان مصمم عليها. أيوة يعني معلش حاجة أول، انا مش عايزه ابقى تقنيه زياده عن اللزوم، بس هي الحركه بتاعتها كانت بيسموها المانوفر، المناوره بتاعت الكاميرا دي سريعه جدا. التكنيك بتاعها ان دي اسرع بكتير جدا، وبتنزل في اماكن للارض قوي، وبتطلع سريعه جدا، وبتخش في اماكن ضيقه جدا. الفرق ما بين الدرون العاديه اللي كلنا متعودين عليها والدرون دي، ان دي ممكن تخش ما بين، لو انا عامل دراعي كده ممكن تنزل من تحت، تخش جوه الدولاب، تخش كل حاجه. لا تخش كل حاجه، خلي بالك كل كل الاماكن اللي بتخش بينها مسافه العمدان قليله جدا، هي بتعرف تخش جوه الاماكن الضيقه. لا وبعدين هو مش بس الحركة والصورة والضوء، الشاربنس، جودة الصورة كان فيها حاجة إضافية. طمني ايه؟ طمني ايه؟ مفيش حاجة مختلفة عن الطريقة اللي بشتغل بيها في العادي، يعني بس خططنا لها كويس ونفذنا كويس وخدنا وقتنا، وكان معايا كمان، يعني انا ما عملتش كل حاجة لوحدي، يعني اغنية حتشبسوت دي كانت اخراج مريم البجوري وتصوير تيمور مريم البجوري مخرجه، وتيمور اللي هو محمود تيمور مدير التصوير.